attendre. Attendre pour la confirmation du VAR. OK. الحمد لله دابا ها هو الفار كاين، لان الناس كانوا كيسولوا واش الفار غادي يكون ما غاديش يكون. الحمد لله الاشكال الوحيد اللي كان هو كان تاع التكوين تاع الحكام، لان كان خاص الجامعه الملكيه المغربيه خاصها تاخذ يعني الرخصه انها تبدا في التكوينات. دابا الحمد لله خديناها وبدينا التكوينات ديالنا. هذا ماشي التكوين الاول والاخير، هذا غير تكوين اولي، ان شاء الله غيتبعوا تكوينات اخرين، وان شاء الله عما قريب غيكونوا عندنا حكام اللي عندهم الرخصه ديالهم تاع الفار، وان شاء الله نبداو الفار في اقرب فرصه في البطوله الوطنيه ان شاء الله. وشوف عندنا من هذه النقطه هذه عندنا جوج ديال الجوانب. عندنا الجانب الاول انه غادي تنقص لنا بزاف ديال الهفوات وديال المشاكل اللي كانت كتعيشها البطوله، لان كتعرف ان التحكيم، مجال التحكيم دائما كيبقى واحد العنصر اللي مرتبط بواحد يعني الخدمه ديال العنصر البشري، والعنصر البشري ديما كيحتمل الاخطاء. الحمد لله مع الفار غادي نقدروا ان نقلصوا من هذه الهفوات ومن هذه الاخطاء، سيرتو الهفوات اللي كتكون كبيره وكتكون مؤثرة على النتائج تاع المباريات. النقطه الثانيه هي غتحل لنا افاق الحكام المغاربه خصوصا الدوليين منهم، انهم يعني ينفتحوا على البطولات العالميه اللي كتكون فيها التجربه هذه، لان كتعرف ان الحكام اللي كيكونوا عندهم هذه التجربه هذه في البطولات ديالهم كتكون عندهم اكثر افاق واكثر يعني حظوظ انهم يشاركوا في بطولات عالميه اكثر من الحكام اللي كيشاركوا اللي كتكون عندهم الرخصه ديال هاد التكنولوجيا هذه تاع الفار، ولكن كيشاركوا فيها غير مره في السنه ولا مرتين. يعني تجربه اللي هي جديده في المغرب، وان شاء الله غادي نديروا جميع المجهودات ديالنا باش ان شاء الله ننجحوها في البطوله الوطنيه، وان شاء الله عام قريب نشوفها البطوله الوطنيه ان شاء الله. شوف عندنا جميع المقومات باش ننجحوا، لان الشركه اللي تعاقدت مع الجامعه الملكيه المغربيه راه كما قلت انها من اكبر الشركات. خاص تعرف ان الملاعب ديالنا كان عندنا هاد لو سوسي ان الملاعب ديالنا يقدر ما تكونش، ولكن دابا التجربه اللي كاينه انه غيكونوا ديفان استادير، ما غنحتاجوش هذوك التقنيات هذوك التجهيزات الكبيره في الملاعب ديالنا. يسوفي انه يكون عندنا دي كاميرا بيان بلاصي في الملاعب ديالنا راه كافيين. وعندنا العنصر كما قلت لك العنصر البشري الكافي باش ينجح هذه التجربه. انا كنقول بان ان شاء الله غادي ننجحوا، ناخذوا هذا التحدي ان شاء الله وغادي ننجحوا ان شاء الله في هذه التجربه هذه في المغرب ان شاء الله بحول الله.